اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الحيه والمستمره على شاشه اكسترا نيوز على مدار اليوم حول مختلف الاحداث المحليه والدوليه. نبدا هذه التغطيه الاخباريه مع الزميله شيماء الكردي. شيماء اهلا بك. اهلا بك ايمان. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. وبدايه تقدمت السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه بالتهنئه لشعب مصر والامه العربيه والاسلاميه بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك. وفي تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت السيده انتصار السيسي المولى عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يحقق لشعب مصر كل ما يتمناه من تقدم ورقي وازدهار، وأن تبقى مصر دائما في أعلى مكانة بين جميع دول العالم. الآن ننتقل إلى آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار في مختلف دول العالم. أعلنت موسكو أنه تم إجلاء 40 مدنيا من مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول إلى مناطق تحت سيطرة روسيا في شرقي أوكرانيا. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن عملية إنسانية تجرى لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عملية توفير ممر آمن من المصنع جارية بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطراف النزاع. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدء عملية الإجلاء من مصنع أزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا. وأضاف أن نحو 100 مدني يتوجهون إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، حيث سيتم استقبالهم في منطقة زاباروشيا. جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دعوته لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية. وطلب بابا الفاتيكان في الوقت ذاته بعدم الانصياع لمنطق العنف والسير في طريق الحوار والسلام. أكدت رئيسة الحكومة السويدية أهمية أي قرار يتعلق بتقديم أو دعم تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي، مشددة على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه باستخفاف. وقالت ماجدالينا أندرسون إن بلادها لم تكن منحازة طوال 200 عام، وكان ذلك يصب في مصلحة البلاد. وأضافت أن تقديم طلب الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي هو مسألة صعبة جدا تتطلب تحليلا معمقا. أعلنت بولندا عن بدء مناورات واسعة النطاق لحلف الناتو في أراضيها وأيضا 8 دول أخرى، وذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع البولندية أن 18 ألف عسكري من أكثر من 20 دولة سيشاركون في مناورات المدافع عن أوروبا 2022. هذا وأوضحت الوزارة أن جزء المناورات التي ستستضيفه بولندا سيشمل نحو 7000 عسكري و 3000 قطعة من المعدات العسكرية.
أعلنت سلطات مقاطعة بلغورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا عن اندلاع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع. وأوضح حاكم المقاطعة أن العمل جار على التأكد من المعلومات عن إصابات أو أضرار. يأتي ذلك على خلفية سلسلة حوادث سقوط قذائف أطلقت من أراضي أوكرانيا في أراضي مقاطعات بلغورود وكارسك وبريانسك الحدودية في الأسابيع الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرج مطار أوديسا ومخازن أسلحة قدمت من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وذلك بصواريخ عالية الدقة. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، قال إن الطيران الروسي دمر نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 الأوكرانية، وذلك في منطقتي دابوروجيا وأرتي موفسك. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للضربات تم القضاء على حوالي 140 فردا وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية. كشفت أو قالت القيادة العليا لجيش أوكرانيا إن روسيا استدعت قواتها المتمركزة في أقصى الشرق، وذلك للانضمام في معركة دونباس وسط مقاومة من القوات الأوكرانية. وأضاف الجيش الأوكراني أنه تم إرسال القوات الروسية الإضافية أولا إلى مدينة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، ثم إلى مدينة إيزيوم شمال شرقي أوكرانيا، حيث يواجه الروس المقاومة الأوكرانية. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء قصف أوكراني في منطقة خرسون في جنوب أوكرانيا. واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتين دون أن تكشف عن عدد الضحايا أو توقيت هذا القصف. قالت هيئة الاتصالات الأوكرانية إن القوات الروسية قطعت الاتصالات والإنترنت في خرسون وأجزاء من زابوريجيا. وفي المقابل أفاد الجانب الروسي بأن أوكرانيا هي التي فصلت منطقة خرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، معتبرة بذلك أن كييف تخلت عن هذه المنطقة. ووصف الجانب الروسي هذه الإجراءات بالتخريب الذي سيسرع اندماج تلك المناطق مع روسيا.
президент Путін оголосив проведення. أنا اتخذت قرارا بإجراء عملية خاصة. لدينا الأسلحة لحماية أنفسنا وحماية أراضينا. كل أولئك الذين لهم خبرة في مجال القتال العسكري، رجاء منكم أن تذهبوا إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض بغية تعبئتكم. أنا أتوجه إلى العسكريين الأوكران لإلقاء السلاح والذهاب إلى البيوت والديار. مهما كان يشكل تهديدا بالنسبة لنا فيجب عليهم أن يعرفوا أن الرد الروسي سوف يكون عاجلا. قد أوقفنا علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا لن تتنازل عن حريتها. نحن مستعدون لأي سيناريوهات. وما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الإخبارية حول الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أيضا على الاقتصاد العالمي. قالت السفيرة البريطانية في أوكرانيا ميليندا سيمونز إنه من المستبعد أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تخلى عن طموحاته في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وأشار سيمونز في مقابلة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية إلى تحويل موسكو تركيزها لهجوم جديد في الشرق والجنوب بعد انسحابها من كييف في الوقت الحالي، متوقعة أن بوتين سيرغب في المحاولة مرة أخرى إذا ظن أنه يحرز تقدما. وكانت السفارة البريطانية في أوكرانيا عادت إلى العمل في كييف بعد إخلاء السفارة في فبراير الماضي. أعلن وزير الخارجية الدنماركية يابي كوفود أن كوبنهاجن أدانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي، واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث. وقال كوفود إنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدا الاثنين، مضيفا أن أي انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي. ووقع الحادث مساء الجمعة الماضي عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق جزيرة بورنهولم قبل دخولها المجال الجوي السويدي. أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سفارتها في أوكرانيا ستستأنف نشاطها في السفارة، حيث عاد بعض أعضائها إلى مقر السفارة مؤخراً. وأوضحت الوزارة أن السفارة ستقوم بمهامها لحماية الجالية الكورية في الخارج والقيام بالأعمال الدبلوماسية عبر التنسيق الوثيق مع الحكومة الأوكرانية. هذا وأشار البيان إلى أن السفارة الكورية الجنوبية في كييف تخطط لاستئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين، حيث سيعود أعضاؤها تدريجيا إلى مقر السفارة في العاصمة حسب الأوضاع. صرح وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا أن أوكرانيا تدرس إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الصين. وقال كوليبا إن المقترح الذي وجهته كييف لبكين لأن تصبح واحدا من ضامن الأمن بالنسبة لأوكرانيا يعد إشارة إلى احترام الصين والثقة بها. وأضاف أن الوضع الأمني في القارة الأوروبية لن يتغير بشكل جدي إلا بعد أن تظهر روسيا أنها لا تنوي خلق تهديد لأوروبا وبعد انسحاب قوتها من الأراضي الأوكرانية. شدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية وقف العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال اجتماعه مع نظيره الفيتنامي أكد الجانبان ضرورة احترام استقلال والسيادة ووحدة الدول، كما حذرها من استخدام أسلحة الدمار الشامل، وذلك في ظل استمرار الأزمة في أوكرانيا.
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ. كانت بولندا قد مررت الشهر الماضي قانونا يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتها إلى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا. ويهدف هذا القانون حسب بوابة المعلومات الرسمية الروسية إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية على المعلومات التي تمثل أسرارا بنكية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي تبسيط إجراءات منح التأشيرات لبعض الفئات من مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية غير منتمية إليها. ويخص القانون إجراءات منح التأشيرات لبعض فئات مواطني كل من الاتحاد الأوروبي، الدنمارك وأيسلندا والنرويج وسويسرا. تلقى أكثر من 7000 شخص من المتقاعدين والموظفين في أوكرانيا مبالغ مالية قدرها 10000 روبل لكل منهم كراتب شهري، بإجمالي تجاوز 70 مليون روبل مقدمة من الحكومة الروسية. وفي هذا الصدد قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم استلام أكثر من 7400 طلب خلال شهر، وتلقى أكثر من 7000 شخص مدفوعات نقدية، من بينهم المتقاعدون وموظفو القطاع العام والمواطنون المسنون في الأراضي الأوكرانية المحررة. من جانب آخر أشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. شدينا فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطية. تطور العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ووضع موسكو قواتها النووية في حالة التأهب، ظهرت مخاوف عالمية من استخدام السلاح النووي كما حدث في الحرب العالمية الثانية، ليدور التساؤل ذاته عن سلاح نهاية العالم. تعود قصة أول تجربة نووية إلى عام 1945 حينما أشرف الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر الذي عرف بوالد القنبلة النووية على مشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية. وفي صباح 16 من يوليو من عام 1945 فوق منطقة في صحراء نيو مكسيكو، كان أول لقاء للبشرية مع القنبلة الذرية، حيث تم إجراء اختبار ترينيتي نسبة إلى جهاز انشطار بلوتونيوم من نمط الانضغاط الداخلي. وحينها عرف الإنسان أن الأسلحة الذرية التي تطلق كميات هائلة من الطاقة عن طريق تفاعل تسلسلي نووي كانت ممكنة. وفي غضون شهر من هذه التجربة في الصحراء الأمريكية تم إلقاء قنبلتين على اليابان، الأولى نووية وكانت من اليورانيوم
على هيروشيما، أما الثانية من البلوتونيوم على ناجازاكي مخلفة خسائر بشرية تصل إلى 250,000 حالة وفاة كنتيجة مباشرة، علاوة على ملايين الإصابات بحسب بعض التقديرات. يتحول العالم بعدها إلى مسرح لمزيد من التجارب النووية حول العالم. وفي عام 46 و900,000 أسس الأمريكيون هيئة الطاقة الذرية الأمريكية المدنية لتتولى تطوير الأسلحة النووية بدلاً من القيادة العسكرية، ولتطور استخدامات الطاقة النووية. كما بدأ الاتحاد السوفيتي في تطوير مشروعه الذري الخاص، ولم تمر فترة طويلة على ذلك وطورت العديد من الدول أسلحة انصهار أكثر قوة عرفت باسم القنابل الهيدروجينية. خلال الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي كانت هناك منافسة شديدة بين الولايات المتحدة من ناحية وبين الاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى، لتمنع كل منهما الأخرى من الاستئثار بالتفوق النووي. وقامت كل منهما بتجارب لقنابل ضخمة الانفجار. وبحسب بيانات الأمم المتحدة أجرت واشنطن 1,032 تجربة ما بين عامي 45 و900,000 وبين عام 92 و900,000. أما الاتحاد السوفيتي فأجرى 715 تجربة بين عامي 49 و900,000 وعام 90 و900,000، فضلاً عن عشرات التجارب الأخرى التي أجرتها بريطانيا، فرنسا، الصين، كوريا الشمالية، الهند، ليصل الإجمالي لأكثر من 2,000 تجربة. عندما تنفجر قنبلة نووية تطلق الطاقة بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات، لذا بدلاً من كرة النار المتوسعة تنتج التفجيرات النووية ما يعرف باسم سحابة الفطر الشهيرة أو المشروم. وتعرف غيوم الفطر بأنها سحب من الدخان أو من الحطام التي تتحرك في الهواء بعد الانفجارات. وهذا النوع من الغيوم لا يتشكل بعد الانفجارات النووية وحسب، بل أيضاً بعد أي انفجار تنتج عنه حرارة سريعة مثل القنابل التقليدية أو البراكين أو المواد الكيميائية. ويظل العالم تحت تهديد الرؤوس النووية رغم توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تم توقيعها في مدينة نيويورك منذ عام 96 و900,000 كأحد نتائج انتهاء الحرب الباردة، وهي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية وباقي أنواع التفجيرات النووية سواء كانت لأغراض سلمية أو لأغراض عسكرية في أي محيط كان. وكما قال أوبنهايمر مقولته الشهيرة: Now I am become death, the destroyer of worlds. الآن أنا أصبحت الموت، مدمر العالم. أهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الإخبارية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصف تقييم لوزارة الدفاع البريطانية تصريحات الإدارة الموالية لموسكو في مدينة خرسون الأوكرانية والصادرة مؤخرا بأنها تكشف نوايا الروس. كما أوضح التقييم أنهم منذ سيطرة روسيا على المدينة الجنوبية وهي تحاول شرعنة سيطرتها على المدينة والمناطق المجاورة، وذلك من خلال تثبيت أقدام إدارة موالية لها.
أشارت بريطانيا أيضاً إلى أن الإعلان عن التعامل بالروبل الروسي كعملة رسمية بالمدينة الأوكرانية يشير إلى النية الروسية لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي قوي في خرسون على المدى البعيد. رأت صحيفة واشنطن بوست أن العام ونصف العام المقبل سيكون في أي سيناريو تقريبا وقتا عصيبا بالنسبة لأوروبا التي ليس لديها بدائل كافية في حال قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن العواقب الأسعار العالية تنتشر في جميع أنحاء العالم، فيما تحاول الحكومات تزويد مصانعها بالطاقة الكهربائية وتدفئة منازل سكانها بالكهرباء ودعم عمل محطاتها الكهربائية. أكدت ألمانيا دعمها لخطة فرض حظر على واردات النفط من روسيا، وذلك في إطار حزمة جديدة سادسة من العقوبات ضد موسكو. هذا ورجحت مصادر أعلامية ألمانية أن خطوة برلين تجعل السعي الأوروبي لتقليص اعتماده على موارد الطاقة الروسية أكثر احتمالاً، كما رجحت أن يكون سبب التغيير الحاد في موقف برلين هو نجاحها في العثور على موردي نفط بديلين. سيطر القلق على أسواق الطاقة في عديد من الدول في أعقاب إعلان روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا منذ أيام بسبب عدم قدرتهما على دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل أحمد بشتو. مشاهدينا أهلا بكم. اضطراب وتخوف سيطر على أسواق الطاقة في عديد من الدول في أعقاب إعلان روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا منذ أيام بسبب عدم قدرتهما على دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي، ما دفع أوروبا باتجاه تفكير جدي في فرض حظر على واردات النفط الروسية رغم معارضة عديد الأطراف لتلك الخطوة في البداية. الترعيات المحتملة لفكرة حظر واردات النفط الروسية ما زالت تشغل بال أطراف عدة بما ستتركه من آثار على أسعار الطاقة في العالم كله. ورغم اقتراب أوروبا من تلك الخطة إلا أن تحالف أوبك بلس لا يرى أي حاجة للابتعاد عن خططه للإنتاج الراسخة منذ فترة طويلة. وبينما تسببت أسعار النفط الخام الدولية تسببت في حالة من عدم الارتياح للمستهلكين، تراجعت السوق بشكل كبير عن المستويات المرتفعة التي حققتها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أعطى منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها بعض المجال للمناورة. مصادر كشفت عن أن أوبك بلس تعمل على استعادة الإنتاج الذي توقف أثناء جائحة كورونا من خلال شرائح متواضعة، حيث من المرجح أن تصادق على زيادة إضافية طفيفة قدرها نحو 430 ألف برميل يوميا فقط لشهر يونيو. وتمثل العقوبات المفروضة على روسيا أحد الأعضاء المؤثرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول خسائر كبيرة لسوق النفط بحسب أمين عام المنظمة، حيث كشف أن تلك العقوبات أدت إلى خسارة السوق لسبعة ملايين برميل يوميا. وسيكون على المنظمة التعاطي مع قرار محتمل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر على النفط الروسي، لا سيما مع تأكيد ألمانيا أحد أكبر المستفيدين من الطاقة الروسية تخليها عن مقاومتها الأولية لفرض حظر على واردات النفط، إلا أن هذا قد يستغرق وقتا للتأثير على التدفقات المادية، مما يسمح لأوبك بإعادة النظر في استراتيجيتها. مشاهدينا، كان هذا عرضنا الموجز عن تداعيات مقترحات فرض حظر واردات النفط الروسي على أسواق الطاقة العالمية. نشكر لكم طيب المتابعة. نشرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية مسحا جديدا أجرته مؤسسة جالوب، أوضح أنه مع ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة يتلاشى مستوى ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بسرعة، حيث قال 76% من الأمريكيين إن الاقتصاد يزداد سوءا، وقد صنف 42% من الأمريكيين الظروف الاقتصادية الحالية على أنها سيئة، كما ذكر 17% أن التضخم هو أهم مشكلة تواجه الأمريكيين، بينما ذكر 12% أن الاقتصاد بشكل عام، فيما قال 6% أن أسعار الوقود المرتفعة هي المشكلة.
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها بحثت مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدعم المالي لبلاده، وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية إن الوفد الأمريكي حمل رسالة تقدير للشعب الأوكراني، مشيرة إلى أن زيارة كييف سمحت لهم بالوقوف على حقيقة الوضع والشعور بمسؤولية أكبر تجاه الشعب الأوكراني. وأوضحت بيلوسي أن لديها قناعة بزيارة كييف لشكر أوكرانيا على قتالها من أجل الحرية بحسب تعبيرها، مؤكدة في الوقت ذاته التزام بلادها بالوقوف بجانب أوكرانيا حتى ينتهي القتال. من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه للدعم الأمريكي القوي لبلاده. جاء ذلك خلال استقباله رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك على رأس وفد في الكونغرس في العاصمة كييف. كما أضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسهم في حماية سيادة بلاده ووحدة أراضيها. أكدت جريدة ذا جابان تايمز أن مسحا جديد أظهر أن أكثر من 40% من الشركات اليابانية سترفع الأسعار في غضون عام وسط ارتفاع تكاليف المواد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أنه ضمن 1855 شركة في اليابان شملها الاستطلاع، قال 43.2% منها إنهم رفعوا الأسعار هذا الشهر، بينما يخطط بقيتهم للقيام بذلك بحلول نهاية مارس من العام المقبل. وعلقت الجريدة أن عددا متزايدا من الشركات اليابانية يقومون ببيع منتجاتهم بسعر أعلى في بلد شهد سنوات من الانكماش، حيث تسبب الوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع تكلفة كل شيء من القمح إلى النفط الخام. قال نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن رفع الفائدة في يوليو المقبل احتمال قائم ولكنه غير مرجح. وأوضح نائب رئيسة المركزي الأوروبي أنه لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في يوليو، مضيفا أن أي قرارات ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في يونيو القادم. حذر نحو 43% من الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من أن ارتفاع تكاليف السلع والطاقة قد يضر بالأرباح، وذكرت وكالة إي بي ميديا البريطانية أن عدداً متزايداً من الشركات أصدر تحذيرات بشأن الأرباح لحامل الأسهم والمتعاملين، وذلك من أجل تخفيف حدة عدم تحقيق نتائج مماثلة للتوقعات، وهذا مقارنة ب 27% فقط من الشركات التي توقعت انخفاض الأرباح خلال الربع الأخير من العام الجاري. سجلت كوريا الجنوبية عجزا مرة أخرى في الميزان التجاري خلال أبريل الماضي عند مستوى 2,660,000,000 دولار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود رغم زيادة الصادرات مقارنة مع العام الماضي. أكدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن حجم الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 12.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت إلى 57,900,000,000 دولار، وزاد حجم الواردات بنسبة 18.6% لتصل إلى 60,350,000,000 دولار.
زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية، حيث صرحت شركة غاز بروم بأن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا ارتفع في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، وذلك بنسبة 60% تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي بيان لشركة غاز بروم أوضحت أن صادرات الغاز إلى الصين تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غاز بروم وسي أن بي سي وشركة صينية. عقدت هيئة التنظيم المالي في الصين اجتماعا طارئا مع مصارف محلية وأجنبية لمناقشة كيفية حماية الأصول الخارجية للبلاد من العقوبات الغربية على غرار تلك المفروضة على روسيا. ويشعر مسؤولون صينيون بقلق من إمكانية اتخاذ الإجراءات ذاتها ضد بكين في حال نشوب نزاع عسكري إقليمي أو أزمة أخرى. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو لن ترفع إلا في حال سحب روسيا قواتها من أوكرانيا. أضافت بيربوك أن السلام بشروط تمليها روسيا لن يجلب الأمن المنشود سواء كان لأوكرانيا أو لأوروبا. كما أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه بعد الآن بناء علاقات مع روسيا على النحو الذي كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس خطوات برلين الأحادية الجانب فيما يخص إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال شولتس إن انخفاض معدلات شعبيته والاتهامات الموجهة إليه بالبطء في عملية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تجبره على تغيير مساره، مضيفا أنه لا يخشى أن يتأثر بهذه الاتهامات. أوضحت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 6% في شهر مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بأكثر من 14%، فيما ارتفع الزيت النباتي بنسبة 17%. ونقلت الجريدة الألمانية رؤية الخبراء بأن الأسعار ستواصل الارتفاع، محذرين من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض. إذن مشاهدينا بالطبع هذه التغطية متواصلة مع حضراتكم ومتواصلين على مدار الساعة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي إيمان الحويزي وأنا شيماء الكردي، إلى اللقاء.